عليا يا دنايا، ما كنتش اعرف يا سليم. حقك عليا يا قلب امك، حقك عليا يا دنايا. والله هيبقى زي الفل يا طنط، بس انتي ما تعمليش في نفسك كده. بل عايزين اعمل ايه يا ليلى؟ ده انا ماليش غيره في الدنيا، ده هو اللي فاضل لي. نبي يا رب، وحياة حبيبك النبي ما تسويني فيه يا رب. أنا صبرت كتير واستحملت كتير، بس بلاش سليم، أنا مش قدها يا رب. حياة حبيبك النبي يا رب، بلاش سليم، بلاش سليم يا رب، بلاش سليم والنبي يا رب، يا رب يا ابني يا رب. طب عال عال، اياك تكون جبت ورد كحيان زي وشك. عيب يا كبير، دي هديه جبتها من جمد اللي بعتها. جدع يا عدنان، ادينا لمينا شمل سليم وامه، في حاجه تاني عايز تقوليها لي؟ لا يا كبير. طب خليهم يطلعوا لي ادهم على فوق، عايز اتكلم معاه، وخليهم يجهزوا له قزازه خمره غاليه من اللي بيحبوا. اوامر يا كبير. انت عارف يا ادهم اننا وانت فينا شبه من بعض، وانا راجل مش من السهل يتلقى له شبيه، عشان كده انت ليك غلاوة دونا عن بقية المقاطيع اللي جم معاك. صحيح، قبل ما انسى، غسان الحموي بيسلم عليك وبيقول لك كفارة يا وحش. وانت مين بقى؟ انا زيك يا ادهم، تبع كل حد مش تبع اي حد. احنا مش اعداء يا ادهم، صدقني انت ناصح وهتفهمها لوحدك. انت اللي بيناموا يحلموا بخبر موتك ملهمش عدد، انا الوحيد اللي بتمنى لك طولة العمر والصحة. ماشي، ارمي بغضب. انت من النهارده ملكش صالح بالمقاطيع اللي جم معاك، انت مكانك فوق مع الكبار في بيتي، هتلاقي لقمة تاكلها وهدمة تلبسها، تاكل وتلبس وتستحمى وتريح جتتك، والحديث لسه مخلصش.